تو ليزلي، فيلم دراما انتاج 2022 متوفر اونلاين للمشاهده، يصلح لمن اعمره ما اقل من 16 عاما. مده الفيلم ساعتين. الفيلم شارك في مهرجانات عديده ومرشح لجائزه واحده في الاوسكار. قصه الفيلم استنادا الى احداث حقيقيه يدور حول ارمله تعيش في غرب تكساس تفوز باليانصيب وتنفق المال باكمله. مع تدهور الامور تسعى لاعاده بناء حياتها والعثور على الخلاص. السيناريو والحوار. السيناريو سرد كلاسيكي، بدايه ووسط ونهايه. بدايه تشدك ووسط به سرد ممل وتفاصيل زياده عن اللازم، ونهايه شيئا ما متوقعه. السيناريو حبكته جيدة، رتم الفعل عموما هادئ. الإخراج والتصوير والإضاءة. الإخراج أيضا كلاسيكي، لقطات كلاسيكية بين الكلوز والميديوم واللونج شوت، أغلبها كاميرا ثابتة واستخدام عدسات اعتيادية. حركة الكاميرا قليلة. التصوير جودته جيدة ولا يوجد إبهار بصري. الإضاءة مناسبة لأجواء الفيلم. فيعد الفيلم هو العمل السينمائي الأول للمخرج مايكل مورس بعد أن أخرج حلقات من مسلسلات حققت نجاحا جماهيريا ونقديا جيدا مثل بيتر كول سول و 13 ريزون واي وكينجدوم وبلاد لاين. الموسيقى خدمت أجواء الفيلم. الديكور أماكن جاهزة للتصوير واختيارات جيدة. المونتاج قطع ثلاث بين اللقطات بدون مشاكل. الممثلين من احسن عناصر الفيلم. يعتبر فيلم البطل الواحد. بطلة الفيلم ادت اداء رائع من خلال تجسيدها لمعاناتها، مرشحة للاوسكار عن ادائها في الفيلم ده. الفيلم يعيب طول المدة، ساعتين كتير على قصة زي دي. كان الافضل ان يكون الفيلم اقصى ساعة ونصف. الفيلم جيد للمشاهدة ولكن ما تتوقع الكثير. تقييمي للفيلم هو 6 من 10.